كيوصلوك دي كومونتير خايبين بزاف بزاف. كاين الناس اللي عندهم ديك لا ميشونس تي غراتويت، يعني لي كومونتير بزاف. كاين الناس اللي تي دخلوا في الشرف تيعيروك، فهمتي؟ حلاش تيعيروا بزاف لي كومونتير، زعما انت راجل علاش كدير هذا الشيء، علاش كتخدم في هذا الدومين، خدم شي بلاصه اخرى، دير شي حاجه اخرى. الناس كيدخلوا لك في شي حاجه اللي شخصيه، شي حاجه اللي تتقيسك داخليا. ولكن دابا ولات عندي واحد المناعه اللي صافي حتى حاجه ما بقات كتاثر فيا. يعني كانت شي حاجه اثرت فيك قبل؟ بيان سور لي كومونتير غادي يبقاو الناس تيحيروا، تيبداو يدخلوا معاك في الاسلام، تيبقاو يدخلوا معاك في الله، تيبقاو يدخلوا معاك في شي حوايج اللي انت بينك وبين اللي خلقك، يعني ماشي ضروري انهم يحكموا. وحنا عندنا دوك عندنا الاحكام المسبقه، يعني بنادم ما تيعرفكش وتيحكم عليك، هذا هو الديفو ديالنا حنايا، هو البنادم تيحكم عليك وما تيعرفكش وما تيعاشركش وتياخذ عليك نظره. يعني كل واحد دابا تياخذ في يعني في عقله كيفاش كيفاش غياخذ عليك النظره. فوالا دابا نقدروا نقولوا بحال ولات عندك واحد المناعه ما بقيتيش. لا دابا حاليا، دابا تقدر تكون جيتيني واحد 6 سنين وقبل نقدر نقول لك نتاثر، دابا لا، دابا مع حكم الخدمه وهذا ما عندكش الحق انك تتاثر. لا نتاثر غنجلس في الدار.